أجمل شاب بيتمنى بمشواري يشاركني، مش مثلك انت مضيعني بحركاتك وملبكني، وإذا حلو بإيدك توميلك تلحقها وبتتركني، ماشي حدي وبعينيك مضايق بكل أحوالك، نظرة هيك وغمزي هيك ولا حلو في بتعملي ايه؟ ايه؟ بتعملي ايه؟ بطبخ يا حبيبي بطبخ. لا واضح الطبخ، واضح الطبخ. تاكل خيار؟ بقالي ساعة بنده من بره انا. مش سامعاك يا حبيبي انا بطبخ. والله طبخي ايه بقى ان شاء الله كده؟ بص عملت لك النهارده اندومي بالصلصه. نعم؟ هنعيش اندومي حياتنا بالصلصه بقى في الاندومي والمكرونة وبس. عادي يعني. حلوه المكرونه، مالها؟ بعملك سلطه بتنجان واسمها ايه دي؟ ريما احنا اسمها ايه دي داخلين في سنة والحياة مكرونة بس، يعني خير؟ يا حبيبي؟ يعني مالها المكرونه؟ مش نعمه ربنا؟ يعني المكرونة ايه ده بقى ان شاء الله؟ اتعورت يا ثواني احمد، بس، اتعورت اسبوع، ثواني بس اتعورت. كده، ثواني افهم بس ايه ده، افهم بس انت متعورة ليه؟ اي سؤال، انت بتستهبلي اصلا المكرونة؟ هي المكرونة بتعور؟ لا مش المكرونه يا احمد، ما هو انا كنت ثواني بقطع. ثواني بس بص كده، بص، ثواني ده كده، ثواني كده، ده تقطيع؟ ايوه يا ده احمد، اسمه تقطيع؟ بص بص، وقعدت ان انا تغني اقطع، قضيها ما يقضيها اغاني ولعب ولا نفع في اي حاجه. اقطع لك خيار. انا عارفه ان انت ايه، الاكل لسه هيتاخر. اوكي. الاكل اللي هو مكرونه، اه يعني الاكل اللي هيتاخر اللي هو المكرونه. ايوه يا حبيبي، ما هو ما المكرونه بتاخد وقت. بتذبحيها كده سعادتك، انت كده بتذبحيها. ايوه، ما لازم كده، في هو فرق، الخيار لازم في يتقطع فرق كده. بين تقطيع الخيار وذبح الخيار. اتفضل دي عمليه اغتيال. كل خيار انت. هاكل خيار بس انا عايز افهم بس، احنا لحد امتى هتبقى حياتنا مكرونه؟ يعني احنا ممكن كده نكتب قصه حياتي مع المكرونه. انا مش عامله لك مكرونه بس، انا عامله لك صينيه اسمها ايه دي بالفراخ. صينيه اسمها ايه بالفراخ؟ عارفها دي جميله. بص واسمها ايه؟ يعني، لا لسه ما استوتش، كمان شويه لسه ما تستوي. استوتش؟ ايوه انا ايوه شامم ريحه شياطها بتتحرق من على اول الشارع. لا لسه حطاها من شويه، لسه بالنسبه حطاها. للون الاسود اللي انا شايفه ده، مش حاسه انها لا هو يعني واخده على سواد شويه؟ يا يعني حبيبي، مش لا ملاحظه؟ دي البتاعه اللي هي اسمها ايه البتاع اسمها دي ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه دي اسمها ان انا تعبت، البتاعه دي؟ اسمها انا تعبت، عارفه؟ ليه؟ سواد، سواد. عايزه اقول لك على حاجه، انت لما جيت طلبت ايدي من ماما وبابا، كان يوم يعلم مش بيه الا قالوا ربنا، لك، اقسم بالله الواحد تعب. مش قالوا لك هتتعب معاها، ما تعرفش تعملش ولا هتشري هتشري هتشري. الواحد يتعب شهر شهرين مش سنة ولسه مكملين في نفس القصة. كل خير يا حبيبي، كويس كويس، يهدي انت بقى الاعصاب. ايه؟ استهدي بالله كده، انا عايز اكل محشي، فتة، كوارع. محشي بقى تاكله عند خالتي طنط مامتك. خد مين؟ خالتي طنط مامتك. خالتي طنط مامتك. ايوه انا لا اعرفش اعمل محشي ولا اعرف اعمل الحاجات دي. بص يعني، بص اهي قربت تستوي ان شاء الله اهي. احنا متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في مكرونة اندومي بس. وسلطة لا انت تتعلمي بقى، تشوفي لك صفة تتعلمي، عشان كده مش هينفع. يا حبيبي، انا يعني كده هعمل جناية، كده هعمل جناية. خالتي طنط مامتك دي خلصت، بح، مبقاش ينفع الكلام طب ده. ماشي، انت ليه قبلت تتجوزني لما انت عارف ان اصلا انا ما اعرفش اطبخ، وانا قلت لك ان انا ما اعرفش كان اطبخ. عندي امل اصلح من شأنك، بس واضح ان انت مش نافعة ومفيش فايدة فيكي. لا انا ما ايه؟ اعرفش، ما اعرفش اطبخ. اغاني انا بحاول. اغاني اغاني وتقطيع عجيب ومكرونه وصينيه اتحرقت خلاص الحمد لله والعوض على الله وباظت الدنيا. ايوه بقى هنستهبل بقى والشحتفه، احسن ناس في الدنيا تتشحت في الستات. لا والله يعني يا جماعه بصوا، يعني زي ما انتم شايفين كده الشحتفه معاها على طول. انا خلاص، انا رايحه عند مامتي. ايه ده، في حاجه بتتحرق يا حبيبي؟ العوض على الله. انا قلت، اتحرقت. ما انا قلت الكلام ده من الاول. الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. معلش معلش، بص نطلب بيتزا بقى. اوكي بص البيتزا، بص، اقول لك في مطعم عوض بيتزا. عليا، عوض الصابرين بص يا رب. يا احمد، والنبي يا رب انا احمد تعبت احمد وانا صبرت كتير. احمد، في مطعم بيتزا فاتح جديد اصلا في الشارع اللي ورا، جميل. ده تحفه، ده بيعمل بيتزا بالتونه وبيعمل سوشي كمان. نطلب سوشي؟ الله، انا بحب السوشي يا احمد. ممكن نطلب سوشي؟ انا هو الضغط فين عشان تيجي ده الضغط؟ انا اعصابي تعبت، انا سايبها لك وماشي، ويعني ايه، خليكي انت بقى مع الاندومي بتاعي وانا راح اكل عند امي. ايه خلاص، بنروح معك. يلا، لا والله ايه، بنروح ناكل عند خالتي طنط مامتك، هي بتعمل محشي كتير طيب. يلا هو واضح ان حلقه النهارده يا جماعه هتبقى يعني كلام كبير قوي،
وعندنا النهارده الست الدلوعه الجميله اللي مش شاغله نفسها بحاجه غير بس جمالها، ونشوف حكايتها ايه ضوافرها وضوافرها صح، وبالكعب العالي تطبخ لك. عايزه اكتر من كده؟ انا مش فاهمه يعني، لا كده عاجب ولا كده عاجب. في مثل بيقول احترنا يا قرعه من وين بدنا نبوسك، يعني لو جيتوا لقيتوا الست في البيت ريحتها بصل وتوم مش عاجبكم، ولو لقيتوا ست متظبطه وعماله بقى تحاول انها تعمل لك حاجه كمان مش عاجبك. احنا هنشوف موضوع القرعه ده يا جماعه بعد الفاصل، ونرجع كده نكمل كلامنا. شوف الست الدلوعه راجعين تعمل ايه في بيتها، ويا ترى احنا الرجال عايزين الدلوعه بس، ولا عايزين الشطره في البيت بس، اكيد الدلوعه، ولا عايزين كل حاجه؟ انا متاكده اكيد فاصل الدلوعه. ونرجع تاني بعد الفاصل.